السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه بلوكس كاد. ده عبارة عن ايه؟ ان انت بتقدر ترسم من خلال دراج اند دروب، يعني انت مش بتكتب اوامر ولا حاجة خالص، وتقدر تبرمج حاجات حلوة زي مثلا تعمل لوب او لوجيك زي ما نشوف مع بعض. طيب دي هنا الحاجات الثري دي، ماشي. كل حاجة مثلا انت عايز ترسم سفير اهيت، تمام. طيب الراديوس بتاعها هيبقى كام؟ زي ما انت عايز، ممكن مثلا 100 بالشكل دوت، هنزود صفر بالشكل دوت ونيجي نقول له ريندر فتظهر معاه بالشكل دوت. طيب خلينا نرجعها تاني 10 اهو. طيب بعد كده اقول له ريندر، يبدأ يظهر لك بالحجم بتاعها الطبيعي. ممكن تقول له بقى انا عايز ارسم مثلا سلندر اهي، ده الريديوس وده المواصفات بتاعتها. ظهروا الاتنين في بعض زي ما انت شايف. طيب انا الاتنين في بعض، انا عايز ارحل واحدة فيهم، فاقول له ترانسفورمز، وتبدأ تقول له انا عايز احرك ديت لنقطة مثلا 10 في الاكس و10 في الواي بالشكل دوت، ونقول له ريندر. ولو عايز انقل واحدة كمان، بدل ما نعمل واحدة تانية ترانزليت، نخلي فيه 2 ترانزليت بالشكل دوت. طبعا كده كلهم اترحلوا لنفس النقطة، فكأن احنا ما عملناش حاجة، يعني كده حركنا الشكل كله مرة واحدة، بس احنا بنشرح الفكرة. ممكن طبعا نكرر نعمل واحدة لدي واحدة لدي، ونغير الأرقام، نخلي دي مثلا 20 ودي 20 بالشكل دوت، ونقل دي هنا ونقول له اطرح واحدة من دول واطرح واحدة من دول بالشكل دوت، ونقول له رندر. لما نقول له رندر بيبدأ يظهر معانا هنا ان انا ممكن اسيفه ك STL او اسيفه X3D او ASCII او AMF. كل ده تقدر تصدره وتقول له generate STL، يروح مصدره لك. وتقدر وممكن كمان تعمل روتيت مثلا اهو، الزاوية اللي انت عايزها مثلا في الزد اهوت، وقول له اعمل لي الرندر. بلاش في الزد، مش تفرق في الشكل دوت، خلينا نعكسها في الواي. طيب ممكن كمان نضيف كومنت، نقول له اد كومنت هنا، بحيث تعرف ده مثلا عبارة عن ايه، مثلا روتيت. طيب ممكن كمان نيجي هنا عشان نسهل على سر الشغل، واقول له ايه، انا عايز اعمل كولابس البلوك، بيت صغيره تقدر انت تشيلها في اي مكان او تحطها في اي حته، بقى الموضوع اسهل. ممكن طبعا تقول له انا عايز اكسباند بلوك، يبدا يظهر معاك بالشكل دوت. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تكون مفيده موضوع الكالر اهوت، ونقول له ريندر، يظهر معاك اهو باللون الاصفر. طيب اللي احنا عملناه ده ممكن نشوف الكود بتاعه. لو انت هتكتبه بالكود هيكتب بالشكل دوت، اوبن سكاد، وده اوبن سورس برضو، دي شفرة الكود. طيب خلينا نرجع تاني للبلوكس، قد يكون البلوكس اسهل. طيب نكتب تكست، اقول هنا تكست، واخد البلوكة دي كلها اهي، اقول له التكست اللي انا عايز اكتبه وليكن مثلا عمر، السايز والسيكنس والفونت وسنترال ولا لا، ونقول له طبعا عرفنا فكرة ان احنا ازاي نحركه. ممكن نعمل له ترانزليت بالشكل دوت اهو عشان يبدأ يظهر معاك، ونعمل له روتيت كمان لو انت حابب اهو، انت عايز تخليه يلف اني
مثلا دوت اهو هنديله مثلا 90 بالشكل دوت اهو، ونقول له رندر، يبدأ يظهر معاك بالشكل دوت. طيب نلغي دي. طيب خلينا دلوقتي استخدم set ops واقول له مثلا عايز اعمل difference between شكلين، مثلا السفير اهي والسلندر، لكن السلندر هديها نفس الاعدادات، انا هقول له ده صفر وده صفر، وهنا 20 هخلي دي برضو 20، ونبدأ نقول له رندر. بص حصل ايه، الشكل بقى متكل، الشكلين لما قربوا من بعض بدأ ايه يتكل. دي المفروض تبقى 20 بالظبط عشان ايه ياكلوا بعض. طبعا تقدر تغير. طب ليه ما جاتش بالظبط؟ عشان هنا المفروض تقول له نوت سنترايد، فزي ما انت شايف نقدر نخلي الاشكال تاكل بعض. اي انا خليت الترانزليت 20 20، وخليت اللي هي دي برضو 20 20، والروتيت خليتها صفر، انا كنت بعدل في الروتيت فجت معايا بالشكل دوت. وطبعا ممكن نلعب فيها، يعني ممكن ننقل دي كده ونحط دي هي اللي فوق، ونحط دي هي اللي تحت، ونقول له رندر، وعندنا اتحاد وعندنا انترسكشن وعندنا هول وهكذا. تمام بس كده اهي. فتقدر تقول بقى ده انا عايزها ك انترسكشن اهي، ونقول له رندر، تظهر معايا بالشكل دوت. الشكل بس المتقاطع هو اللي هيظهر معايا.